بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله من افضل الاغذيه للقلب ولتصلب الشرايين وللوقايه من النوبه القلبيه ما كشفه العلماء مؤخرا عن علاج قوي جدا لامراض القلب يتالف من يعني حبات من التمر ثم تتناول كاس من عصير الرمان ثلاث او اربع حبات من التمر صباحا ومساء، وبعد ان تتناول هذه الحبات من التمر تشرب كاسا من عصير الرمان، لان الخبراء والباحثين وجدوا ان هذا المزيج يحوي كميه كبيره من مضادات الاكسده، وفيه مواد مفيده جدا للوقايه من تصلب الشرايين لتنظيم عمل القلب وللوقايه من النوبه القلبيه القاتله. سبحان الله الله عز وجل ذكر او اشار الى اهميه هذين الغذائين يعني التمر والرمان في قوله تبارك وتعالى عن طعام اهل الجنه يوم القيامه عندما حدثنا عن الجنتين قال فيهما فاكهه ونخل ورمان. فيهما فاكهه ونخل ورمان وبالفعل اذا تاملنا هذه الدراسه العلميه نجد ان العلماء ايضا يقولون لك ينبغي ان تتناول بين هاتين الوجبتين صباحا ومساء بعضا من حبات الفاكهه على اختلاف انواعها لانها تحوي مضادات اكسده مفيده جدا لوقايه وسلامه القلب ولا نملك ايها الاحبه امام هذه الحقيقه الا ان نقول سبحان الله حتى يتبين لهم انه الحق